السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. بالحب بنتجمع كل أسبوع وبنظرة أمل ونظرة تفاؤل ونظرة مستقبلية إن شاء الله تكون كويسة. بنتقابل على خير كل أسبوع، بيتجدد بحضراتكم اللقاء النهاردة في برنامجنا الأسبوعي برنامج تواصل. أسعد بصحبة حضراتكم في البداية. أنا الدكتور وليد أبو الفتوح، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان. يسعدني أن أنا أتشرف أن أنا أكون في صحبة حضراتكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا. برنامج تواصل هو برنامج فكرته برنامج اجتماعي، برنامج طبي، برنامج بيناقش قضايا مهمة قوي تمس كل فرد في الأسرة المصرية والأسرة العربية. الحقيقة احنا بنحاول في كل مرة نعمل سلسلة من المشاكل النفسية اللي بتقابل الناس في كل وقت في كل مكان، بنحاول ان احنا نحل مشاكلهم عن طريق التليفونات اللي احنا بنستقبلها. طبعا نقدر نستقبل تليفونات على الارقام اللي موجودة دلوقتي على الشاشة. بنحاول ان احنا نوصل المعلومة الطبية الصحيحة لكل افراد الاسرة علشان خاطر نعلي مستوى الأسرة الفكري والثقافي والنفسي، لأن المعلومة الطبية الحقيقة الناس بتدور عليها عشان توصل لمعلومة طبية صحيحة مظبوطة حقيقة، بس ما بتقدرش توصل بسهولة. فاحنا بنحاول من خلال هذا المنبر الإعلامي ان احنا نقدم خدمة طبية نفسية مظبوطة علشان تعلي مستوى القائمين على التربية. لذلك احنا بقالنا فترة شغالين في سلسلة سميناها طفلك بصحة نفسية سوية. حقيقة الأطفال هم عماد الأمة المستقبليين، عشان كده احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعلي مستوى القائمين على التربية من خلال برنامجنا، وبنناقش قضايا مهمة قوي تساعدنا على رفع مستوى وكفاءة المعلمين والقائمين على التربية. عشان كده احنا خصصنا السلسلة ديت اللي هي سلسلة طفلك بصحة نفسية سوية، لأن الصحة النفسية هي جزء أصيل من بنيان الإنسان ولا ينشق ولا يبعد أبدا عن الصحة الجسدية. يعني الإنسان عبارة عن جسد وعبارة عن روح ونفس. الروح قل هي من أمر ربي، يعني الروح دي ملناش دعوة بيها ما بنتكلمش فيها، لكن النفس احنا بنحاول نعلي الـ 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 القيم النفسية في قلوب القائمين على التربية علشان يقدروا يوصلوا دوت من خلال تربيتهم وتعليماتهم للأطفال. أما بالنسبة للجزء الجسدي احنا طبعا يعني هنعمل ان شاء الله في المستقبل سلسلة ليها علاقة بأمراض الأطفال الجسدية أو الحاجات العضوية، لكن احنا خصصنا الحقيقة السلسلة دي علشان نناقش كل ما يخص الأمراض النفسية اللي ليها علاقة بالأطفال وكيفية تنشئة الأطفال تنشئة سليمة بحيث ان الطفل يطلع سوي نفسيا. من أصعب أنواع الأمراض هي الأمراض النفسية. يعني مثلا لو حد، يعني ندي مثال كده بسيط، لو حد عنده مثلا نزلة معوية. نزلة معوية يعني شوية مغص على شوية إسهال على شوية تعنية على شوية مش عارف إيه، فبياخد البرشامة وبيشرب شوية سوائل وبيريح شوية في السرير، بعد شوية بيتظبط وبيبقى زي الفل. ولكن قيس على النقيض بقى الإصابة النفسية، لو واحد عنده قلق وتوتر، لو واحد عنده فوبيا، لو واحد عنده انكزايتي او نوع من انواع التوتر يعني، او عنده ديبريشن عنده اكتئاب، ده بيأثر على جميع انحاء التصرفات اللي في حياته. تلاقيه مش عارف يركز في اي حاجة خالص، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا تعامل مع الاخرين ولا عمل ولا في البيت ولا اي حاجة خالص. اذا الحتة النفسية دي حتة مهمة جدا 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 ولازم نخلي بالنا منها. علشان كده أنا بهتم دايما إن أنا أركز على السلسلة النفسية أكتر من العضوية، لأن المشاكل النفسية هي اللي بتدفع الإنسان لمشاكل عضوية بعد شوية، وكمان بتخليه هو في حالة عدم تركيز،
وحالة بعد عن النشاط الاجتماعي، سواء مع اخواته، اصحابه، مع مراته، مع اولاده. يعني اقصد اقول ان الحته النفسيه دي حته مهمه جدا. لذلك احنا بنخصص سلسله بس عشان النفسيه، نفسيه الطفل. طبعا انا مخصص السلسله دي للاطفال، بعد شويه هنعمل حاجات تانية، لكن اقصد اقول ان السلسله لما اخترناها طفلك بصحه نفسيه سويه، الحقيقه دي ما كانتش كده اعتباطا، بالعكس دي حاجه مهمه جدا 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 عشان يعني ترفع مستوى الاطفال والشباب فيما بعد ويبقوا كويسين. معانا تليفون. استاذه ياسمين، اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي يا فندم. ممكن اسال حضرتك سؤال نفسي؟ تحت امرك، حضرتك معانا على الهواء يا فندم، اتفضلي. ماشي، بس معلش، هو يعني اعرف واحده صاحبتي. علي صوتك شويه يا فندم. انا اعرف واحده صاحبتي بتتكلم يعني مع نفسها كتير قوي، ممكن تالف قصص وحكايات اوكي تشغلها مع نفسها، يعني تشوفها تقوم بتكلم حد قصادها. اوكي. بس يعني بتوصل لدرجه انها مش عايزه تشوف حد، مش عايزه تسمع حد، مش عايزه تكلم حد. لو هي بتتكلم، لو حد بيتكلم ممكن تحط بعض في دماغها كل الكلام ده بقى صعب عليها، مش عايزه تشوف حد. بس حكايه انها تتكلم نفسها دي بدات معاها من ثالثه ابتدائي، وهي دلوقتي 22 سنه وما زالت يعني هي تعبت اصلا من الحوار دي، بس مش عارفه هي بتعمل كده ليه اصلا. هي من وهي عندها 6 سنوات لحد النهارده 22 لا سنه؟ لا هي يعني سنه سته ابتدائي. من وهي سنه سته ابتدائي؟ من وهي في سنه سته ابتدائي. يعني دي بقى دخلتها في حاجات كتير، او ممكن تكلم نفسها قدام اي حد. ممكن تبقى مش واخده بالها اصلا، ممكن تبقى مع نفسها بترغي في ان ماما تخليه يسمعها كده يعني. طب مش فاهمه هي عندها ايه اصلا، ما خايفه تتجوز يعني؟ ساعات بتعمل حوارات اصلا، ممكن تحط التليفون على ودنها. تبقى بتقول الو إيه مثلا، تتكلم كده، شوف تقول بتكلم حد، تروح تمسك التليفون من الناس، لان مفيش حد اصلا. وفي حد على التليفون ولا مفيش؟ لا مفيش. كويس. حضرتك حوارات بقى. كويس. يعني انت عايزه تقولي لي يا استاذه ياسمين، حضرتك عايزه تقولي لي ان هي بتتخيل حاجات مش موجوده، ان حد بيكلمها في التليفون او ان حد موجود معاها فبتكلمه، صح كده؟ هو كده. بس بصراحه انا مش عارفه افهم خالص اذا كان ده تخيلات ولا ده ايه بالظبط. طبعا. هي سنها قد ايه دلوقتي؟ 22 زي ما قلت لحضرتك. 22 سنه. اوكي. اوكي. وبتكلم نفسها كتير قوي طبعا، ودي دي نوع من انواع الهلاوس بتبقى موجوده عند الفيميلز او عند البنات في سن يعني هو دايما ده السن اللي بيحصل فيه المشاكل دي، اللي هو سن المراهقه او يعني ما بعده، بيحصل لخبطه شويه في كيمياء المخ، فبتلاقي العيان بيبتدي يهلوس او بيبتدي يتكلم كلام مش مظبوط، تحس ان هو بيكلم ناس مش موجوده، تحس ان هو بيتخيل اشياء بتتحرك قدامه. ممكن كمان هتلاقيها بتقول لك ان انا بيحصل لي كوابيس او يعني احلام مزعجه، صح كده؟ الاتصال اتقطع. هو طبعا دي حاله مشهوره عندنا، فكره ان حد يبقى عنده هلاوس. طبعا يعني جرى العرف في الحاجات اللي زي دي ان الناس بتجري بسرعه على الشيوخ، يقول لك ده معمول له عمل، ده راكبه عفريت، ده مش عارف ايه، فبتلاقي الناس في الاول ما تروحش للطبيب النفسي. طبعا لو كان الاتصال كمل انا كم اتوقع ان هي الاستاذه ياسمين يعني تطرقوا لهذا الامر، لان دي حاجه مشهوره قوي عندنا. تلاقي العيان اللي عنده نوع من انواع الهلاوس كده تلاقيه ياخدوه للشيخ الاول، يقول لك ده عليه عفريت، فاحنا هنروح للشيخ يقرا له ويعمل له رؤيه شرعيه و فيبتدي يصرف العفريت اللي عنده ده. الحقيقه انا يعني بحب بس يعني افهم الناس نقطه مهمه، ان في كتير جدا 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 من الناس اللي احنا ممكن نروح لهم عشان يعملوا لنا بقى الرؤيه الشرعيه او يعملوا لنا قران او الكلام ده كله، بيطلعوا نصابين. نسبة كبيرة جدا جدا منهم
ويقول لك انت معمول لك عمل على راس معرفش ايه ومدفون معرفش فين وقصص كده غريبة الشكل. وبعدين تفضل يستنزفك ماديا علشان خاطر انت بتبقى غلبان، انت مسكين عندك يعني شغف انك تعالج ابنك او بنتك او اخوك او صاحبك او كده، فانت بتمشي معاه في السكة بتاعته. فيبتدي ياخدك بقى الحتت، يقول لك طب احنا هنعمل كذا النهاردة وده بفلوس كذا، طب احنا هنعمل كذا المرة اللي جاية وده بفلوس كذا، وبعدين هتشتري من عندي اعشاب والاعشاب دي معرفش جايبينها منين ومستوردينها منين وزرعينها معرفش في ايه، وتلاقي كده شوية خزعبلات ليس لها اساس من الصحة ما انزل الله بها من سلطان. وبعدين تبتدي حضرتك تشتري بقى من عنده وتبتدي تروح له وتبتدي كذا وكذا وكذا، وتمشي في سكة مظلمة ملهاش اخر. فانا احب اقول للناس يا جماعة مفيش مانع خالص انك بنفسك تقعد تقرا القران او تعمل الرؤيه لنفسك بنفسك، مش لازم حد يعملها لك، او لو انت حد بتثق فيه وعارفه ومجربه وحد سمعته كويسه وعارف ان هو ما بياخدش فلوس وعارف ان هو مش استغلالي وعارف ان هو مش دجال وعارف ان هو مش حرامي وعارف وعارف وعارف، ممكن نستعين بيه. ولكن النصيحه الطبيه في هذه المواقف انك لازم تلجأ للطبيب المتخصص. الطبيب المتخصص هو طبيب النفسية والعصبية، يعني طبيب الطب النفسي. وخلوا بالكم الموضوع ما هواش فيه لا إحراج ولا عيب ولا أي حاجة أن أنا أروح للطبيب النفسي. ليه؟ النفس خلقت بيد الله، والنفس بيبقى فيها مشاكل زي أي حاجة في الدنيا ما فيها مشاكل، زي ما بطنك بتوجعك بتروح للدكتور، نفسك بيبقى فيها مشاكل فبتروح للدكتور. طب معانا تليفون. مدام سماحة اتفضلي يا فندم. معلش بقى ده اسئله الاطفال بس ولا ممكن كبار؟ لا يا فندم اتفضلي كبار او صغيرين، اتفضلي يا فندم. معلش انا عندي اكتئاب بقى له حوالي 17 سنه وشويه. اها ربنا يعفو عنك يا رب. الله يخليك. واخدت ادويه كتير جدا وبوصلها ساعات الدكتور يرجعها ساعات، فبخف وبصحى. بقالنا 17 سنة بناخد أدوية ونبطل، ناخد ونبطل، صح؟ اه هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة طبعا. هي المشكلة آخر أدوية أقول لحضرتك عليها ولا بلاش الأخير؟ لا قولي. في دواء اسمه ريستولام. ريستولام، أوكي. وبوسبار. بوسبار. ريستولام وبوسبار. أها. هل دي ادويه ادمان ولا دي؟ دي ادويه ايه يا فندم؟ يعني الدكتوره اخر دكتوره رحت لها قالت لي دي ادويه ادمان لو اتعودت عليها مش هتعرف تبطل ايه. الدكتوره اللي قالت لك كده؟ اه دي دكتوره طبيبه نفسيه؟ اه. طيب طيب بص يا فندم، اول نصيحه الطبيب اللي يقول لك ده دواء انت هتتعودي عليه وانا هدولك شويه وبعدين، يعني انا مش فاهم يعني ازاي هي تقول حاجه زي كده، ولكن المرض النفسي في بعض الانواع، في بعض الانواع من الامراض النفسيه لازم بنمشي على دواء العمر كله، زي امراض السكر بيمشي على دواء، امراض الضغط بيمشي على دواء. يعني مثلا لو في طفل صغير يا فندم جاله سكر وهو طفل، هل الطفل ده هياخد الدواء بتاع السكر شويه وبعدين يبطله؟ هياخد على طول، صح كده؟ جميل. جميل. هل ده اسمه ادمان؟ لا، ده اسمه علاج. فاحنا بناخد الدواء كعلاج. في اطفال في انواع من السكر بتيجي في الاطفال الصغيرين ويفضل ياخد العلاج مدى الحياه. طب ده يعيبه في حاجه؟ لا. طب ده ادمان؟ لا. طيب هنفترض ان حضرتك بتتكلمي ان انا عندي اكتئاب والاكتئاب بقاله 17 سنه. طب هو الاكتئاب ما راحش ليه يا فندم؟ علشان حضرتك بتاخدي الدواء شوية وبعدين بتوقفيه. طب انت بتوقفي الدواء ليه؟ عشان اسباب كتير، انا زهقت من الدواء او مش عايز اتعود على الدواء، او ممكن تكون مشكلة مادية، ممكن يكون ان انا لا اصل انا خايف ادمنه. المصيبة ان التوصية دي تبقى من الطبيب المتخصص، ان احنا بنقول ده دواء هنتعود عليه، طبعا دي مصيبة سودة. فانا انصح حضرتك رقم واحد ما نروحش للطبيبة دي تاني بعد اذنك. الحاجة التانية، حضرتك تروحي لحد متخصص
ويكون يعني مشهود له انه سمعته كويسه عشان خاطر تمشي على ادويه يا فندم وما تبطلهاش، والمفروض بيصاحب هذه الادويه بعض الجلسات النفسيه عشان تفك الاكتئاب. يعني القصه بتبقاش دواء بس، لا القصه بتبقى دواء زائد جلسات نفسيه كمان، الاثنين مع بعض. وما ينفعش في الطب النفسي طالما عندنا اكتئاب مزمن كده ان انا اخد الدواء شويه وبعدين ابطله، او ان انا ما امشيش عليه عشان ما ادمنوش، مفيش حاجه اسمها كده. وصلت؟ بس ففكره ان احنا ان الطبيب هو اللي يقول ان الدواء ده احنا بندمنه، دي مصيبه، دي مصيبه، يعني مفيش حاجه اسمها كده. انا لو عندي مشكله، لو عندي وسواس قهري، لو عندي انكزايتي توتر، لو عندي اكتئاب، وانا عارف ان الاكتئاب دوت تعب لي حياتي ومأثر على كل حاجه، ايه المشكله ان اخد الدواء؟ لا عيب ولا حرام ولا اي حاجه مسيئه للانسان. وكمان الاثار الجانبيه بنقدر نتغلب عليها بطرق معينه. معانا تليفون، اتفضلي. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت كنت عايزه ابني هو مريض دي اتش اي دي اتش دي. اوكي. وبياخد له علاج الكونسيرتا. اوكي. وانا عارفه ان اعراض الدي اتش دي وكل حاجه، لكن هو ساعات بيكلم نفسه. اوكي. دائما يعني بيكلم نفسه، لما اقول له انت بتكلم نفسك كل، انا عارف ان انا بكلم نفسي، هو دايما في اعتراض، في حاله اعتراض علينا. اي حاجه احنا بنعملها بالنسبه له غلط. اوكي. يعني اي شيء مهما نفهمه، مهما نتكلم معاه، احنا غلط. اوكي. ما كلامنا في حاجه خالص. سنه قد ايه؟ على طول ما يكلم. عنده 29. كم؟ 29. 29 سنه؟ اه. ده راجل يعني، مش طفل صغير. تمام تمام مع حضرتك. يعني احنا يعني مهما نحاول نوصل له افكارنا او اي حاجه هو رافضها. اوكي. اولا احب اوضح، احنا عنده غلطانين. احب اوضح للمشاهدين اللي هي بتتكلم عنه ده، عنده اي دي اتش دي اللي هو مرض فرط الحركه، يعني هو منذ الطفوله كان عنده حركه زياده او فرط حركه وكبر بيه، مفيش مشكله. بس هو المشكله الفكره كلها، او الاي دي اتش دي او فرط الحركه ده احيانا بيبقى مصاحب معاه بعض المشاكل النفسيه، وانا اتوقع ان هذا الرجل اصيب ببعض المشاكل النفسيه، والدليل على كده العند الرهيب والمقاومه الشديده اللي هو بيقاومهم فيها، رغم ان هم ممكن يبقوا هم صح وهو الغلط، الا ان هو في حاله عند شديد. فانا انصح حضرتك ان هذا المريض يحتاج جلسات نفسيه. جلسات نفسيه يعني ايه؟ يعني هو بياخد دواء الاول ولا لا؟ قلت لي اه بياخد كونسيرت. بس حضرتك انا يعني هل هو محتاج تعديل سلوك، يعني جلسات تعديل سلوك؟ طبعا، ما انا ده اللي كنت لسه رايح اقوله. هو ما بيسمعش كلامنا في حاجه ابدا. بص يا فندم، طالما المريض كده يبقى هو محتاج طرف اخر هو اللي ياخد بيده ويمشيه في السكه. انتوا بالنسبه له خلاص الموضوع بالنسبه له مقفول، الله اعلم ايه السبب، طبعا لما نقعد مع بعض اكيد هفهم، لكن انا لحد اللحظه دي عارف ان في سامثينج رونج، في حاجه غلط بينكوا وبينه. الغلط فين؟ الله اعلم. ولكن احنا غلطانين في كل حاجه. نعم؟ يعني احنا غلط في كل شيء، واحنا سبب تدمير حياته بكل حاجه، يعني احنا السبب، مع ان هو ما بيعملش اي حاجه ناحيه المستقبل، ما بيعملهاش. اوكي اوكي. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. هو الفكرة كلها إن إحنا بنحتاج نوع ده من المرضى، إن إحنا نقعد معاهم عشان نعمل لهم جلسات تعديل سلوك وتعديل أفكار عن طريق جلسات النفسية اللي إحنا بنعملها بلس الدواء. طيب سؤال، هل الدواء اللي هو الكونسيرتا اللي هو بياخده، هل ده فرق معاه في الـ ADHD، فرط الحركة؟ يعني الاتصال اتقطع بس مفيش مشكله. يعني لو لو ال ADHD او لو الدواء عامل نتيجه اوكي بنكمل بقى علاج سلوكي معرفي، لكن لو او جلسات يعني، لكن لو الدواء مش جايب نتيجه اصلا، لا ده احنا لازم بنغير الدواء طبعا. فكره ان يفضل ال ADHD او فرط الحركه عند الطفل يفضل لحد ما يبقى ادلت، يبقى بالغ 29 سنه، ده معناه ان هو في اسوشيتد باثولوجي او في حاجات تانية بتبقى مع فرط الحركه، مشاكل نفسيه اخرى. والدليل على كده الشكوى اللي هي بتشتكيها، ان هو ما بيسمعش كلامنا، ان هو شايفنا كلنا غلط، شايف ان هو اللي صح بس، وحاجات زي كده. النوعيه ده من المرضى بيبقى يعني علاجه
بيبقى تقيل شوية أو بياخد وقت شوية، لكن بيتصلح في الآخر، ولكن مش هم اللي هيصلحوه. ليه؟ لأن هم بالنسبة له مصدر مش ثقة في تلقي المعلومات، أو إن هو يستقي معلوماتهم منه، التعليمات منهم أو كده. فأقصد أقول إن إحنا لا، بيبقى لازم سكة الجلسات. معانا تليفون. ألو. أستاذة مروة، اتفضلي يا فندم. أيوه. اتفضلي يا فندم. دكتور. حضرتك معانا على الهوا يا فندم، اتفضلي. أيوه دكتور، بص هقول لحضرتك حاجة. بص يعني أنا هدخل الموضوع على طول، بص أنا قدمة جعلة من كل حاجة. أنت إيه؟ أنا قدمة جعلة من كل حاجة. مش عارفة أتعامل مع اللي حواليا في أي حاجة. أوكي. ومش عارفة إن أنا آخد خطوة في حياتي الزوجية كويسة. أتجوزها ومعايا 3 أولاد. بص يعني هو زي ما بيقولوا كده، مش عارفة أقول لها لحضرتك إزاي، ما عارف، مش عارفة أتربى. مش عارفة إيه؟ مش عارفة أتربى. ولا بعرف أقرأ وأكتب، ولا بعرف أعمل أي حاجة. مش عارفة بالراحة بس يا فندم، مش عارفة تتربي. يعني إيه مش عارفة تتربي؟ بصي يا دكتور، يعني أنا كانت أمي بعيدة عني طول الوقت لغاية ما توفت. كنت بتعملي إيه معاها؟ كانت ماما بعيدة عني طول الوقت لغاية ما توفت. طيب. لقيت فاشلة في كل حاجة. بصي أنا أستأذنك بس، توطي التلفزيون خالص على الآخر وتسمعيني من التليفون، لأن أنا مش قادر أسمعك كويس. قولي لي بقى. بص يا دكتور، انا دلوقتي لوحدي، مفيش حد جنبي خالص غير معايا 3 أطفال. انت معاكي 3 أطفال وابوهم؟ ابوهم معذبني. معذبك؟ كل ما يكلمني يقول لي يا جهلة. يا جهلة؟ كل ما يكلمني يقول لي يا جهلة. حضرتك متعلمة؟ مش لاقي حد معايا. حضرتك مش متعلمة؟ خالص. اوكي. طب ابوهم متعلم؟ وبيعايرني في كل حاجة. طب معلش يا فندم بس سؤال، هو متعلم لحد فين؟ متعلم مهندس. مهندس. وحضرتك ما دخلتيش مدرسة؟ ما دخلتش. ما لقيتش. طيب. اللي يساعدني على كده، حسيت بكل سنة لما كبرت. طب سؤال، حسيت ان انا مش عارف اعلم عيالي. خلينا بس بالراحة، واحدة واحدة. هو مهندس واتجوز حضرتك، وهو عارف ان حضرتك ما عندكيش شهادات، صح كده؟ كويس جدا. يعني هو وهو جاي يجوزك مقتنع تماما ان انت هتبقي مراته. تمام. ايه بقى يا جهله دي؟ هو لما جه خطبك ما كانش عارف؟ بص يا دكتور، انا نفسيتي اتدمرت لغايه ان انا مش عارفه اقف على رجلي لعيالي. هو مش فارق معايا في حاجه. كل اللي انا عايزاه وطالبه من حضرتك تساعدني. من عينيا الاثنين، بس انا يعني احط ايدي على المشكله وانا اساعدك يعني. هي دي مشكلتي. طيب يا فندم، حضرتك منين يا فندم؟ من القاهرة. حلو جدا. منين من القاهرة يا فندم؟ من الجيزة، من فيصل. من الجيزة، من فيصل. اوكي. طيب حضرتك محتاجة نقعد مع بعض، ومحتاج ان انا اشوف زوج حضرتك كمان. انا مش عايزة في حياتي خالص يا دكتور. انت مش عايزاه؟ اوكي، انا مش معترض، انا مش معترض، بس انا قصدي اقول ايه، لازم اقعد واسمعك، وبعدين اقعد اسمعه، وبعد كده القرار اللي انت هتاخديه انا موافق عليه، مفيش مشكله خالص، ولكن لما ناخد القرار نبقى مقتنعين 1000000% ان ده القرار الصح. فانا محتاج اقعد مع حضرتك عشان افهم بس القصه، لان كده في واضح ان في حاجات بالنسبه لي انا لسه مبهمه، مش واضحه. اعمل ايه؟ انا مش عارفه اوضح لك كل حاجه على الهواء. اوكي، ما انا عارف، ما انا عشان كده بقول لك محتاجين نقعد مع بعض. فرقمي في الكنترول، استاذ علي هيدير حضرتك دلوقتي من الكنترول، وحضرتك بس كلميني بعد الهوا وتشرفينا ان شاء الله، لو حبيت تشرفينا يعني في الكلينيك بتاعتنا، ونقعد بقى نتكلم مع بعض باذن الله. طبعا بيبقى في حاجات كده يعني عليها علامات استفهام كتيره جدا جدا جدا، ما بتبانش لما بتقعد بقى وتسمع المريض وتعرف القصه بتاعته، وتعرف قصة الزوج كمان، لأن في something wrong، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مبهمة في الموضوع. ف يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله ونحاول نحللها مشكلات. القصة كلها إن إحنا كنت بتكلم على موضوع المشايخ ومش عارف إيه والكلام ده، نقطة مهمة قوي. فكرة إن إحنا
يعني نثق في حد، دي حاجة مهمة جدا. قلة الثقة في الناس دلوقتي بقت حاجة يعني مهمة جدا جدا جدا، انك تثق في الناس، الثقة بقت قليلة قوي. فحتة بقى يعني نصيحتي للناس انها تروح للطبيب النفسي لما يبقى فيه مشكلة، لان المشكلة بتبقى ليها اساس علمي، تغير في كيمياء المخ، مشكلة حاجات كتير قوي يعني بناخد لها دواء فبتتصلح. لكن المشكلة في النصابين والدجالين اللي هم يقولك تعالى وانا هعمل لك رؤية كذا، تعالى ونخد عندي اعشاب معرفش حصل لها ايه، وتعالى بشوف كتير كتير. يعني انا كتير جدا من المرضى عندي تلاقيهم لفوا على كل المشايخ ولفوا على كل الناس اللي هم بيشتغلوا في الزار ومعرفش ايه والعفريت الازرق وحاجات كده غريب، وبعدين يجي لك يقول لك يا دكتور انا تعبت، انا لفيت يعني لما استويت. طب يا ابني انت ما جيتش ليه؟ اصل كانوا مش عايزين يودوني للطبيب النفسي. ليه؟ اصل عيب. عيب ايه يا حبيبي؟ هو الطبيب النفسي ده زي الطبيب العضوي، ما هما الاثنين اطباء، ما هو الاثنين متخرجين من كليه الطب عادي جدا يعني، والاثنين دارسين جوه الكليه الحاجات اللي هي النفسيه والعضويه، بس واحد متخصص في النفسي وواحد متخصص في العضوي عادي يعني. ففكره ان احنا يعني ما نفكرش نتجه للطبيب النفسي، خصوصا لو احنا عندنا مشكله عضويه زي اللي كانت بتتصل من شويه بتقول ان ابني عنده 29 سنه وعنده فرط حركه وعنده مشاكل نفسيه، لا هو لازم نقف هنا ونحط النقط على الحروف، لان شيء مهم جدا. لكن نسيبه لحد ما يوصل 29 سنه وهو عنده مشاكل، ما ينفعش ما ينفعش، ده كلام ما يعني لا يستقيم. فاقصد اقول ان احنا لازم نعترف بان المشكله النفسيه هي مشكله حقيقيه ولازم علاجها عند الطبيب المتخصص، ولما بنقعد مع الطبيب بنقول له كل اللي عندنا. يعني الاستاذه اللي كانت بتتكلم من شويه بتقول في حاجات انا مش عارفه اقولها لك على الهواء، ده صح، ان يعني المريض له اسرار، فعشان كده لما تقعد مع الطبيب تقول له كل اللي عندك، لان الطبيب حالف قسم، والقسم ده بيجبره ان هو ما يطلعش اسرار المريض بره خالص نهائي، ما ينفعش ما ينفعش. فانت لما بتقعد مع الطبيب وبتطلع له اللي عندك، ده جزء من العلاج، انك تخرج كل الطاقه اللي عندك المكبوته اللي انت مش قادر حتى يعني تتكلم فيها حتى بينك وبين نفسك. دي قصه مهمه. معانا تليفون، اتفضل. شايف يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. لو سمحت دكتور، ما عندي استفسار صغير بعدين حضرتك. يا ريت يا فندم نوطي صوت التلفزيون وتسمحني من التليفون. اتفضل. حاضر يا دكتور. يا استاذ ابراهيم اتفضل. ايوه دكتور. لو سمحت دكتور، عندي طفل 2 ونص، 3 ونص. بص دكتور، الحروف اللي هي اللي من الحلق كلها، يعني مثلا الغين بتنطقها عين، الخ ح، خالي لا حالي، خد لا حد، الخ بتنطع، اللي هو الحروف اللي هي تقريبا كلها اللي من الحلق كده يا دكتور. دي يا دكتور هي دلوقتي 3 سنين ونص. كم؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص وفي مشكله في الحروف. اللي هو بس مش الحروف كلها يا دكتور، لحد دلوقتي انت كويس وكله تمام، كله تمام، عاد الحروف الحلقيه يا دكتور اللي هي اللي بتيجي من الحلق، اللي هي الغين والخاء. بس هي حرفين دول بس يا دكتور، اللي هو الغين والخاء. ماشي. بس يا دكتور. حضرتك تنصحنا بايه؟ ولا ده على سنها ده يبقى طبيعي؟ لا. يعني احنا لسه في 3 سنين ونص. لا. دي بتبقى مشكله في مخارج الحروف. هو بس أيوة. سؤالي الاول، هي عندها مشكله عضويه؟ مشكله عضويه؟ لا الحمد لله مفيش حاجه. اقصد اقول هي مولوده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي يا دكتور. كويس. هل حصل مشكله اثناء الولاده زي مثلا نقص اكسجين او حاجه؟ لا لا دكتور، الحمد لله. كويس. لا اللهم لك الحمد. كويس. اتحطت في الحضانه؟ لا يا دكتور لا. كويس. هل في مرض مزمن عندها لا قدر الله؟ لا يا دكتور، ممكن نقول حساسيه بس يا دكتور، حساسيه انف مثلا، حاجه بسيطه برضو مش متكرره يعني. يعني مش مزمنه ولا حاجه. اوكي. في مشاكل في الصدر؟ لا يا دكتور لا الحمد لله. في المناخير، في الزور؟ هي زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، حساسيه بس مش مزمنه. عادية يعني؟ عادية بس مش مزمنة. عادية. عادية زي اللي هو دور البلد اللي بتيجي يا دكتور بيه. اوكي. حضرتك دلوقتي محتاج توديها للمتخصص في الطب النفسي. تمام يا دكتور. يقعد معاها يفهم الأول
هل في حاجة نفسية عند الطفلة دي؟ أصل أحيانا تلاقي الطفلة في مشكلة نفسية عندها مأثرة عليها فمخليها ملخبطة في حاجات، من ضمنها لخبطة الحروف. تمام. بس دكتور يعني 3 سنين ونص دكتور، يعني نفسية يعني طبيبة فيها نفسيا عندها. أقول لحضرتك 3 سنين ونص. أقول لحضرتك هنفترض إن هي 3 سنين ونص دلوقتي، والدتها حامل، ولدت، الطفل اللي جاي الجديد ده بيأثر نفسيا على الطفل اللي موجود. وصلت؟ هل عندكم حاجه زي كده ولا لا؟ لا يا دكتور، لا هي اخوها بس اكبر منها، اخوها عنده 8 سنين والحمد لله مخارج الحروف عنده كويسه. في حد بعدها ولا لا؟ لا يا دكتور، لا هي صغيره. كويس. انتوا بتضربوها في البيت كتير؟ والله يا دكتور يعني بعض الشيء يعني احيانا. طيب انت عارف يا دكتور الاولاد مع بعض وكده. غالبا بنضربها. كويس. حضرتك ووالدتها مش كده؟ معلش افتكرت حاجه صغيره. قول لي يا حبيبي. انا دكتور وانا صغير يعني مش عايز اروح حضرتك برضو 4 سنين برضو، انا فاكر كان والدي ووالدتي بيحكوا لي كنت تقريبا نفس حروف دكتور. كويس. يعني انا وانا صغير كده يعني انا بص دكتور يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني ايه، انا لما عصرت نفسي شويه افتكرت، انا شخصيا افتكرت. ايوه. زايد الحاج والحاجه اللي بيحكوا لي انا وانا برضو 4 سنين حاجات كده، انا داخل المدرسه على سن 5 سنين ونص. كويس. كنت تقريبا نفس كان بص دكتور الخاء برضو. كنت خالي او الحالي. كويس. كنت يعني حضرتك برضو طب ايه رأي حضرتك ممكن تكون مثلا دي وراثه برضو؟ بص يا استاذ ابراهيم، هي القصه كلها ان الطفله دي محتاجه نقعد معاها نقيمها كويس، يعني الطبيب النفسي يعني يقعد معاها ويقيمها كويس عشان نعرف هل في مشكله عندها نفسيه فعلا ولا لا، عشان كده مخارج الحروف مش كويسه. لو مفيش يبقى احنا بنتوجه او انا بحولها يعني لاخصائي التخاطب اللي هو بيعمل جلسات تخاطب وتعديل لمخارج الحروف عشان تنطق الحروف صح، علشان ما تفضلش كده. يعني يمكن حضرتك كان عندك مشكله فتصلحت، لكن هي الله اعلم، فهي من الاول كده بنحتاج ان احنا حد التخاطب يظبط لنا القصه ديت. فالموضوع بسيط يعني مفيش مشكله، مع بعض الحاجات النفسيه حضرتك يعني نوهت عنها واحنا بنتكلم سهل تظبيطها، فما فيش مشكله ان شاء الله في الحته دي. فكرة إن أنا يعني أتعرض على الطبيب النفسي، أصل دي حتة يا جماعة مهمة جدا، هو يمكن اتصال من اتصالات هو اللي أثار أو فتح النقطة دي، فأنا حبيت أدوس عليها جامد لأن هي حتة مهمة جدا. يعني في ناس كتير قوي تقول لك يعني مثلا في حد أنا أعرفه يقول لك أنا كنت يا دكتور عايز آجي أكشف عندك بس والدتي قالت لي لأ. ليه؟ علشان خاطر لا الطبيب النفسي لا. طب هو ليه طبيب النفسي لا؟ ليه يعني عشان ايه؟ ففكرة التشوه الفكري ده لا ما بقاش ليه وجود دلوقتي يا جماعة. احنا دلوقتي يعني في 2021 دلوقتي خلاص، احنا يعني في عصر التكنولوجيا دلوقتي وسرعة في الحياة، ما ينفعش ان احنا نقول لا بقى والطبيب النفسي عيب وما اعرفش ايه. الكلام ده كلام مش مظبوط. اللي بيقول كده بيفضل مريض. معانا تليفون. الو السلام عليكم. استاذه دعاء اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك بس اسالك على حاجه على بنتي. نعم. كنت عايزه استفسر بس على حاجه على بنتي. طبعا يا فندم اتفضلي، حضرتك معانا على الهواء اتفضلي. ربنا يخليك. هي 5 سنين بس بتعمل حاجات كده انا مش ببقى فاهماها. هل هي كده تعبانه، اعصابها تعبانه، في حاجه مش عارفه؟ كل ما نتجمع وسط ناس وكده تفضل تعيط عياط غريب قوي، مش بتحب تتعامل مع الناس، بس كل يعني بتتعامل مثلا مع ولدين او بنتين تمام، بس لما كذا عيل بيتجمعوا هم بتقلب الدنيا وتفضل تعيط من اقل حاجه يعني حضرتك عايزه تقولي لي انها لو بتتعامل مع عدد افراد قليلين مفيش مشكله. هم يعني مثلا ولاد عمامها بتتعامل مع كل 2 لوحدهم، كل 2 اخوات مثلا لما بتروح لهم كل 2 تمام بتبقى كويسه معاهم. اوكي. لكن لما كلهم بيتجمعوا تفضل تنكد عليا، ما ترضاش تلعب معاهم وتشد انتباه الكل والكل يقدر يزعق لها. مش نفسي اعرف السبب بس مش عارفه. في حد عندكم في العيله عنده انطوائيه؟ بصراحة باباها كده.
شفتي؟ بس هي مش انطوائية مع، يعني هي انطوائية في حادث واحدة لما الكل يكون متجمع. بصي بصي، القصة دي قصة جينية، عشان كده أنا رحت على الحتة دي بالذات. سألتك باباها فعلا ما بيحب يقعد مع نفسه كده من زمان، هي دي انطوائي كتير. بس البنت لازم من الأول كده بقى نعدل لها السلوك ده. هي عندها كام سنة؟ 5. 5 سنوات. اه حلو. بتروح الحضانة؟ ايوه، راح حضانة بقالها بتاع 2 شهر، وكل يوم بتعيط وهي رايحة وهي جاية. طبيعي انها تعيط. المدرسة قالت لي مفيش حد كده، ده كل بيعيط أول أسبوع وخلاص. ايوه ايوه، لأن هي عندها جينات كده، فلازم نعدل لها السلوك ده، وده مهم جدا. بس هي دكتور، معلش مش بقطع حضرتك، بس هي ما كانتش قوي كده في العياط من بعد اختها ما جت. هي ليها اخت عندها 1 سنة و3 شهور، عايزه اقول لك بتعيط لدرجه ان بتتعب عليا، بحس ان يعني تعبانه فيها حاجه غريبه، بس بتعيط عياط قلبي بيتكسر عليها، مش عياط طفله عاديه. يعني كل اللي حواليها، هي مالها؟ هي اعصابها تعبانه؟ هي مجنونة؟ هي مش عارف. فكلام من ده بيخليني، ربنا يسامحني، بزعق لها قدام الناس، خشي اقعدي جوه، خشي مش عارف ايه، لما كل واحد يفضل يتكلم الكلام بتاعه ده، فيخليني انهار عليها بصراحة. طبعا طبعا. فانا حاسة ان انا بدمرها اكتر، احنا مش عارفة اعمل ايه بقى. لا خالص، هي القصة مش كده، هي القصة بس ان احنا عايزين نقلل تأثير الجينات اللي هي عندها، اللي هي بتاعت الانطوائية اللي هي اخدتها من باباها، ان احنا نحاول نقللها شوية. حضرتك منين يا فندم؟ من فيصل. حرم فيصل. حلو، كويس جدا. حضرتك لو حبيتي تتواصلي معانا مفيش مشكله، تشرفينا. الرقم بتاعنا ممكن ناخده من كنترول. حضرتك قريب من هنا؟ احنا عيادتنا في وسط البلد يا فندم. طب تمام، في ميدان التحرير. فاقصد اقول ان احنا ممكن نقعد بقى نقيم البنت كويس، وان شاء الله يعني نحط لها بروجرام كويس بحيث انها نخرجها من القصه دي باذن الله. يعني طبعا فكرة ان احنا نهتم، يعني انا مبسوط جدا الحقيقة من تفاعل الناس، ده بيدل على الوعي. يعني كل حد دلوقتي عنده طفل، عشان كده يا جماعة انا كنت مصر دايما ان انا اعمل السلسلة دي. يعني انا عملت جزء من السلسلة دي من حوالي سنة او حاجة زي كده، بس حسيت ان الناس فعلا، لا الناس لسه محتاجة. اصل الفكرة كلها انك يعني تحس بنبض الناس عايزة ايه، يعني المشكلة فين. فكرة مشاكل الأطفال دي حاجة يعني في منتهى الأهمية، ودي حاجة احنا بنشتغل عليها بقالنا كتير. فعشان كده أنا حسيت إن لا، الناس لسه محتاجة، وده بيبان قوي من عدد الشكاوى اللي أنا بسمعها كل يوم من الناس في البيت وأصحابي وفي العيادة وفي المستشفى في كل حتة. مشاكل الأطفال ما بتخلص، والناس يا عيني بتبقى مش عارفة تعمل إيه. ناس مغلوبة على أمرها، مش عارفة تتصرف إزاي. يا ترى ده حاجة نفسية، يا ترى ده حاجة عضوية، يا ترى كذا، يا ترى كذا، يا ترى كذا. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا من خلال شاشتنا ديت ومن برنامجنا دوت، ان احنا نقدم مادة مفيدة للناس. وكل الناس يا جماعة اللي مش قادرة توصل لنا، انا الشكوى دي يعني بسمعها كل مرة، يا دكتور احنا كنا عايزين نكلمك بس مش قادرين نوصل. اللي محتاج اي حاجة يا جماعة نمرنا في الكنترول، نقدر نكلمه مفيش اي مشكلة، وناخد التليفونات ونتواصل مع بعض مفيش اي مشكلة خالص. اقصد اقول ان المهم في الاخر ان يوصل المعلومة المظبوطة لكل البيوت، عشان خاطر الاطفال دي البناء بتاعها مواش حاجة سهلة. معانا تليفون. استاذ عبد الرحمن. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور انا عندي العصب الصدري 3 سنين. نعم يا فندم. عندي العصب الصدري ليه 3 سنين. العصب السابع. اوكي، بعدين؟ يعتبر خدت طبيعي وخدت جامع الابيض يا دكتور، كان نسبة الاصابة الاول 46%. اوكي. وحاليا عملت رسم عصب يعتبر ليه 2 شهر، يعتبر النسبة بقت 10% الباقية. معلش انا ما سمعتش حتة، في حضرتك عملت ايه في العصب؟ يعتبر اخر حاجة على كده باقي 10%. ايوه حضرتك عملت ايه في العصب فباقي 10%، عملت ايه؟ ما انا اخدت عادي واخدت طبيعي. علاج طبيعي. كويس، يعني هو اشتغل بس فضل 10% ويبقى كويس تقصد؟ ايوه. طب ممتاز، حلو جدا، يعني اتحسن بنسبة 90%؟ ايوه.
ممتاز، وبقى له 3 سنين. بس الفترة كبيرة يا دكتور. اوكي اوكي، عين حضرتك بتقفل دلوقتي؟ ايه؟ عينك بتقفل كويس؟ بتقفل بس يا دكتور لما اشرب مية ممكن العين مع شرب المية تقفل وحديها. ممكن وحضرتك بتشرب مية مع شرب المية العين تقفل لوحدها. بس البوق وتلحيته الثانية البوق ما يعبيش هوا يا دكتور. طيب لما حضرتك بتشرب مية، المية بتقع من بقك؟ لا. الحمد لله بفضل الله. طيب وحضرتك نايم عينك بتقفل كويس؟ بتقفل تمام. الحمد لله بفضل الله. عينك بتحمر؟ بتدمع يا دكتور. بتدمع صح، ده بالنهار. بالليل بتقفل كويس؟ بتقفل. ممتاز. بتحمر او بتحس انها بتحرقك؟ لا بالنهار بس لما اطلع في الهواء كده بس. بس ممكن نستخدم قطرات اللي هي بيقولوا عليها قطرة. قطرة زي بديل دمع العين، زي دمع العين كده. ما انا رحت للدكتور كتب اقول له اسامي الادويه ولا مش قول يا حبيبي. كنت كتبت له على حاجه اسمها هاي فريش. هاي فريش. اوكي. وقال لي بعدين كده يعتبر ايه، يعتبر ايه، امشي على الفيتامينات. باخد كنت باخد سوبرلايسن. اي سوبرلايسن لازم طبعا. جميع الادويه يا دكتور بتاعه الاعصاب خدتها. اوكي اوكي. فانا ما اعرفش اعمل ايه لغايه الان، استمر على الديبوفيت الامبول ولا استمر على الميليجا ولا ايه؟ حضرتك خدت كورتيزون يا فندم ولا لا؟ خدت كورتيزون في الاول يا دكتور. اوكي، في الاول خدنا كورتيزون وخلاص. كورتيزون علاج طبيعي؟ سحب سحب كده. علاج طبيعي؟ علاج طبيعي. خدت علاج طبيعي تقريبا بتاع 30 جلسه. كمل كمل كمل، مفيش مشكله، كمل كمل عشان العصب يستعيد صحته كلها. كمل. كمل علاج طبيعي وتمشي على فيتامين بي 12 سواء حقن او اقراص. باخد الديبوفيت حقنه كل اسبوع. اوكي. وباخد الميلجا اقراص. الميلجا تاخدها صبح وليل، والديبوفيت او البيتولفكس اي حقن يعني بي 12 تاخدها حقنه كل اسبوع. وباخد فيتامين ه ال مركب. اوكي مفيش مشكله، وتكمل العلاج الطبيعي. لا قال لي دكتور مخ والاعصاب كده فتره العلاج الطبيعي كده راحت. لا 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 ده مش صح. كمل كمل. انا هسالك سؤال. حضرتك خسران حاجه من العلاج الطبيعي؟ ما خسران، انا عاوز النتيجه يعتبر تخف. خلاص استمر بقى. يعني يعتبر كده انا استمر كده ولا اعمل فحوصات جديده يا دكتور؟ مش شرط فحوصات جديده بقى، مش مشكله فحوصات جديده، انا عايزك بس تستمر على فيتامين بي 12 الملجا والحقن، وتستمر على العلاج الطبيعي واخد بالك. ولو في مشكله بس في الدموع ان عينك بتحمر او حاجه حط لها قطره، لو بالليل ما بتقفلش كويس حط لها مرهم تيراميسين وانت نايم. ماشي. وتاكل لبان كتير. باكل لبان يا دكتور. اديها لبان بقى. شرفتني. موضوع العصب السابع ده حاجه يعني مشهوره وبيتعالج وبيبقى كويس قوي، مفيش اي مشكله خالص في العصب السابع. الفكره بس كلها ان احنا لازم يعني نمشي على البروتوكول العلاجي مظبوط، وما نيأس ولا نتعب من العلاج الطبيعي. ما تتعبش يعني، استمر ودوس دوس في العلاج الطبيعي. هي الفكره بس ان الانسان بيزهق بعد شويه، حس ان هو يعني زهق بقى من العلاج ومن مش عارف ايه، ولكن يعني هنعمل ايه؟ معانا تليفون. مدام ازهار من المنصوره، اهلا وسهلا. من اسيوط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا باهل اسيوط يا فندم، شرفتينا. الله يخليك يا دكتور. معايا ابني عنده 10 سنين. اوكي. على طول زهقان، مش هو لوحده، اخواته كبار كلهم وهو بس الصغير يعني. اوكي. بس فعلى طول زهقان، انا مش قاعده لوحدي انا كده، فمش عارفه اتصرف معاه ازاي. انت حضرتك بيتعالج هو من اي حاجه نفسيه او عضويه؟ لا لا ولا حاجه خالص. كويس، بس هو زهقان بس كده. على طول زهقان وعلى طول يبكي كده. بيبكي. اوكي. طيب هل هو بيمارس اي نشاط؟ هو في نشاط، اشتركت له في نادي حمام سباحه بيروح يعني. ممتاز.
بس 3 أيام في الأسبوع بس برضه بيجي جوز زهقان زهقان. أوكي طيب هو ليه صحاب؟ نعم؟ ليه أصحاب؟ لا هو بصراحة إحنا في سكن مفيش في العمارة، لا مفيش أصحاب معايا هنا في الـ في الـ في السكن يعني. طيب هو واضح واضح إن العزلة عاملة مشكلة. فإحنا محتاجين نكسر العزلة دي. إزاي؟ نعمل إيه بقى؟ أول حاجة إن إحنا لازم يعني نوصله إن هو يروح نادي كتير، يشترك في نشاطات مع أصدقاء، يخش في مجموعات، يعني لازم يكون في مجموعات من الناس بيتعامل معاها أصحاب بقى، دورات اجتماعية، نشاطات ثقافية، رياضة، سباحة. لازم نكسر العزلة. تكسريها بإشراك الطفل في أكتر من مجال في نفس الوقت، يقوم هو يحصل عنده تشتت في الفكرة أو تشتت في تفكيره في العزلة. أول ما نكسر دي هتلاقي الولد بقى زي الفل، طالما ما عندوش لا حاجة نفسية ولا حاجة عضوية. فدي القصة بتاعت الولد، لكن طالما الولد كويس خلاص ما فيش مشكلة ندوس، يعني ما فيش مشكلة خالص. في الحقيقة أنا يعني بكرر إن أنا يعني مبسوط. معانا تليفون، اتفضلي. ألو؟ ألو السلام عليكم. أهلاً وسهلاً يا فندم. الدكتور معايا؟ أنا الدكتور وليد مع حضرتك يا فندم، وحضرتك معانا على الهوا يا فندم، اتفضلي. طب لو سمحت يا دكتور، أنا ابني عنده 7 سنين. وعنده بيلخبط في الاتجاهات بتاعت الحروف، يعني عنده مشكلة في الحفظ ولخبط في اتجاهات الحروف. بالراحة عليا، بيعمل إيه؟ بيلخبط في الحروف، مثلا حرف بي بالإنجليزي بيعمله دي. أوكي. حرف إي بيعمله الناحية التانية. أوكي. وتلاقيه مع نفسه كده دايما عايز يتفرج على الكرتون على طول. انتباهه متشتت. يعني مشكلة في الحروف وتشتت الانتباه؟ أيوه. والله بص يا فندم، الاطفال اللي من النوعيه دي اولا بنعمل لها اختبار ذكاء عشان اشوف بس هو مستوى ذكائه عامل ازاي. ايوه. وبعد ما نعرف مستوى ذكائه بنعمل له اشعه على المخ، اطمن ان المخ سليم. حضرتك معايا يا فندم؟ ايوه سامع حضرتك. فاحنا نبقى قيمناه نفسيا وجسديا، وبعدين بنبتدي نعمل له جلسات بقى اللي هو محتاجه، جلسات تخاطب اكيد لازم، لأ عشان مخارج الحروف اللي حضرتك بتقولي عليها دي. الكتابة بيكتب مثلا حرف البي يكتب الناحية التانية البي. بيعكسها؟ يعكسها. طيب ما بالتدريب يا فندم بيتصلح عادي، ما فيش مشكلة يعني. بس اديله فترة يعني، ده دلوقتي يعني 3 سنين، انت طالع اولى ابتدائي، انا بوديه حضانة اديله 3 سنين اهو. يا فندم عادي ما فيش مشكلة. الحقيقة كتير جدا من الامهات بتبقى عندها يعني مشكلة اوفر شوية، يعني ايه الولد، يعني الولد ما عندوش، ما فيش اي مشكلة خالص ان هو بيعكس الحرف، طب احنا هنعلمه فهيتعدل، ايه المشكلة يعني؟ فقصدي اقول مش كل لما الولد يبقى عنده حاجة نقوم نكبر الموضوع. هو بيكتب بدل ما يكتب حرف البي كده بيكتبه كده، ايه المشكلة؟ نعلمه مرة واتنين وتلاتة لحد ما يتعدل. اصل هي مش يعني هو اتولد متعلم، اكيد احنا كلنا بنتعلم عادي يعني. فاقصد اقول ان دي ما هياش المشكله اللي احنا بندور عليها ان هي فيها مشكله كبيره او كده خالص. انا اقلق امتى؟ لما بكون بعلم الولد والولد اصلا ما بيتعلمش، يعني اعلمه ينسى، اعيد له ينسى، افهمه ما يفهمش، دي بقى اللي مشكله. دي بيبقى فيها مشكله في القدرات المعرفيه، في مشكله في مستوى الذكاء، في مشكلة في الاستيعاب. دي بتبقى محتاجة شغل بقى أكتر شوية، وبنعمل حاجة اسمها جلسات صعوبات تعلم، قصة كده كبيرة. ولكن لو أنا مشكلتي بس في قلبة الحرف، لا مش قضية، مش قضية خالص يعني. فحضرتك ما تقلقيش يا فندم، بس تدربوه وحد يقعد من حضراتكم معاه ويعلمه، هتلاقي الأمور إن شاء الله ماشية، ما فيش أي مشكلة خالص نهائي يعني. الحقيقة السلسلة بتاعت الأطفال دي يعني أنا شايف من وجهة نظري ان هي ليها صدى كويس عند الناس، ومن خلال اتصالات حضراتكم
بيثبت لي اكتر ان فعلا الناس محتاجه تسمع اساليب التربيه، ازاي نربي الاطفال كويس، ازاي نعلمهم كويس، ازاي نرعاهم جسديا ونفسيا كويس، وخصوصا الحته النفسيه دي مهمه جدا لان هي بتفرق في شتى مناحي الحياه وشتى مناحي الشخصيه وتكوين الشخصيه. وعلشان كده انا ان شاء الله يعني اوعدكم باذن الله الحلقه اللي جايه نتكلم عن اساليب التربيه. يعني احنا عندنا كذا نوع من انواع اساليب التربيه، هنحاول نناقشها مع بعض الحلقه اللي جايه باذن الله، بحيث ان احنا نفهم اخطائنا فين، نفهم احنا بنعمل ايه، ماشيين صح، لا ماشيين غلط، ماشيين كذا. فاقصد اقول يعني هنحاول، انا كنت ناوي اتكلم عليها النهارده بس الحقيقه من كتر ضغط التليفونات الحقيقه مش يعني مش قادر اقول كل الداتا او كل المعلومات، لكن انا اوعد حضراتكم ان شاء الله ان الحلقه اللي جايه هنحاول ان احنا نتكلم عن اساليب التربيه الصحيحه، ازاي نربي الاطفال تربيه صحيحه بحيث ان هي تطلع بصحه نفسيه سويه. في الحقيقه انا يعني كان نفسي يبقى وقت اطول من كده، ولكن وقت البرنامج تقريبا خلاص، ف يعني ان شاء الله اقابلكم الاسبوع اللي جاي ونكون محضرين شويه معلومات كويسه. انتظروني ان شاء الله في الحلقه الجايه. تحياتي انا الدكتور وليد ابو فتوح، استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان. اشوفكم الحلقه الجايه ودمتم بكل صحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.